يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان، وكبر محمود وكبر الجهاد وكبر كمان سلامة. ومن ساعتها وأنا ماشي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق ماشي بنادي وأقول أنت فين يا محمود؟ أنت فين يا جهاد؟ وارجع تاني واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده؟ انت فين يا بنت جهاد؟ لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده انا مش عارفه. مين؟ انا محمود يا سلامة. محمود؟ وانا ايش عرفني انك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجة. حسس. نرواية محترمة عيب. لا انت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتأكد ان انا محمود. المسني نفس الحبر من نفس الحبارة. محمود يا أخيرا لقيتك يا محمود، كبرت يا محمود كبرت. وإيه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني ما شاء الله. وشغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر، والشغلانة دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود، عمال انادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة، انا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انت تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة انا هنا يا سلامة. اهو اهو، سامع اللي انا سمعته؟ ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة انت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بس بصلي حرام عليك. بقول لك اعمى يا هبلة، اعمى اعمى. ايوه يعني ما بتبصليش. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمه. دي اتجننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه. انت فاكره نفسك ايه اميره؟ ده انت جاريه جربانه. خشي جوه كملي رقص. انا ما بعرفش ارقص. من خيبتك يا موكوسه، ده انا جايبه لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده أكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان؟ طيب أنا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحدة هناك اسمها أنجا، قول لها أنا جاي من طرف سلامة بأمارة. هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة، هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامة محمود. يا أخيرا لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. أخيراً. وبكده يكون انتهى المشهد الأولاني، والمشهد الثاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عم عزيز. الله ينور يا حاج أحمد. انزل بالمنظر يا عم، انزل يا حاج. أيوة، اوعى دماغك يلا.
اوعى تبان. اتكل على الله، انزل كمان شوية. الله ينور يا عم أحمد على الإضاءة، الله ينور. يا سلام يا سامي يا سلام. الله ينور يا ولاد، الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجرة الدر. شجرة الدر اللي كانت متجوزة الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باي. ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان اهلا 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 بالملكه شجره الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين اقطاي وعز الدين ايبك، مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجره الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، او انتوا اللي هتشوفوه. انا مش هقدر اشوفه لان انا اعمى. يا مولاتي قمر، تفتكري هعجب اقطاي وايبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يطولوا. ده انت مش بس ملكه، ده انت الملكه التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي انجا. ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد انجا حبيبتي مني. ملكة انجا حاسه بايه؟ حاسه اني حامل. اخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. انجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أكتر أقطاي بره، أعمل إيه؟ أقطاي دايماً مواعيده مظبوطة. ده أنت تظبطي عليه الديك لما يدن. وأنت عرفتي منين يا سفة؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب أستأذن أنا بقى يا مولاتي، أنت عارفاني خدمتك لماحة، يلا نهارك أبيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود؟ ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام ازاي؟ مستشفيات كل حته، ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين ايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم، انا راجل مش سهل.